تصميم الطائرات بدون طيار وتطبيقاتها، أحد برامج التخصصات الدقيقة CX. يهدف هالبرنامج لتصميم وبناء الطائرات بدون طيار ثابتة الجناح على مستويات مختلفة، من التحكم عن بعد والتحكم البشري إلى التحكم المستقل الكامل، وتشمل موضوعات البرنامج فيزياء الطيران وتقنيات التوجيه والملاحة ومهام نقل الحمولات وأنظمة التحكم الأرضية وغيرها. ويركز البرنامج على التطبيقات في الاقتصاد الرقمي الحديث واستخدامات الطائرات بدون طيار في قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية والمجالات البيئية والأمنية وغيرها.